بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحل الكريم، أيها المتابعون جميعا، أجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا الثامن في تعداد أشواطي مسائي هذا اليوم. شوطنا الثامن وهو الشوط الخاص بالإذاعة الجعدان بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق. ومع هذا الاندفاع المتميز نسير بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة ونبشر اللي قاد المجموعة. وانطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية، والشعار سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد، آن هيان يقدم عامر بن محمد بن عبيد المزروعي في عملية التضمير والتدريب، يلي مع المركز الثاني أرد تسلل للشاهين من الجانب الآخر بشعار هجن العاصفة وتقدم غياث الهلالي. شاهين الآخر يأتي على مستوى المركز الثالث بشعار هجن الرياسة وتقدم السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. متابعا لهذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث، رابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، يتقدم أيضا شاهين بشعار هجن الرياسة السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يعلن هذا الانطلاق على مستوى المركز الرابع. ومع المركز الخامس يتسلل يتقدم ينطلق ربدان لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، وتقدم ناجم بن علي الغيلاني في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز السادس نتابع نواف بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود ماجد بن محمد بن حلفان من يعلن تقدم نواف مع المركز السادس. سابع الانطلاقات، سابع التحديات، رأى التسلل والتقدم لهملول بشعار هجن الرياسة والظافر علي بن ميل الوهيبي. متابعا أيضا لهذا الانطلاق على مستوى المركز السابع. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل والرائع، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة. وأرى هناك اللي انطلق بالصدارة، اللي انطلق بالمقدمة، هنبشر من ياتي بناموس هذا الشوط. وشعار سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آن هيان في عملية تضميره، ينطلق أيضا عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من أيضا انطلق وقدم البارع في شوطنا السادس، يقدم مبشر بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل والرائع. ومع المركز الثاني، المركز الثاني يتسلل يتقدم في هذا الانطلاق. نتابع شاهين بشعار هجن العاصفة يقدم غياث الهلالي. شاهين مع المركز الثالث لهجن الرياسة والسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يعلن تقدم شاهين على مستوى المركز الثالث، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التقدم في هذه اللحظات مع نواف بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود ماجد بن محمد بن حلفان من يقدم نواف على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات. نتابع أيضا التسلل لشاهين بشعار هجن الرياسة وتقدم وانطلاق وتحديات سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس بأرى تحديات ربدان لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني في تقدم أيضا ربدان مع المركز السادس وعلى مستوى المركز السابع. المركز السابع أرى التقدم في هذه اللحظات لهملول بشعار هجن الرئاسة وتقدم وانطلاق الظافر علي بن ميل الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق الجميل وبهذا التحدي الرائع مع سن الإذاع، سن الإمتاع، الصدارة والمقدمة. ومع الكادر الفوقاني لقناة دبي ريسينج
نتابع 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 هناك ايضا اللي انطلق بالصداره بدا بير الشوط شاهين بشعار هجر العاصفه يقدم غيات الهلالي يلي مع المركز الثاني مع المركز الثاني ياتي مبشر بشعار سمو الشيخ خزاع بالسطاب بالزايد ال الهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يتابعه من يتابعه بهذا الانطلاق مع المركز الثاني وعلى مستوى المركز الثالث يصل في هذه اللحظات نواف لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود متابعته ماجد بن محمد بن حلفان المري من يتابع من يتابع نواف اللي بدا يتقدم بدا ينضم في هذه اللحظات مع الكوكب المتقدمه مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع الجميل شاهين مع المركز الرابع لهجن الرياسة السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي متابعا لهذا الانطلاق ولهذا الاندفاع الجميل والرائع هذه النتيجة هذه النتيجة للمراكز المتقدمة بتحديات هذا الشوط ولكن لنا عودة مع الصدارة لنا عودة مع البداية مع مقدمة هذا الشوط أمس الثلاثية أمس الثلاثية بهذا الانطلاق الجميل والرائع بتقدم نواف اللي بدأ يتسلل بدأ يتقدم بدأ ينطلق بناموس هذا الشوط والشعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود ماجد بن محمد بن حلفان متابعا لهذا الانطلاق نتابع المركز الثاني نتابع مبشر مع المركز الثاني لسمو الشيخ هزاع بالسلطان بالزايد آل هيان ومتابعة عامر بن محمد بن عبيد المزروع الكوكب ثنائية الصراع ثنائي ثنائي على المقدمة ما بين أيضا ما بين مبشر وتحديات نواف ولكن مبشر مبشر بدأ يبشر بالخير مع هذا الانطلاق المتميز مع هذا الأداء الجميل والرائع الله الله على هذا الشوط وعلى هذا الانطلاق اللي قدمه مبشر بيضيف النقطة الثانية لهذا الشعار مع هذا الأداء المتميز مع هذه العروض الجميلة والرائعة والشعار سمو الشيخ هزاع بالسلطان بالزايد آل الهيان على ظهر مبشر يقود بهذا الانطلاق عامر بن محمد بن عبيد بعقر المزروعي راح المزروعي انطلق بناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز اللي قدمه مبشر انفرد كلي بناموس هذا الشوط والنقطة الثانية في هذا المساء تهانينا لسمو الشيخ هزاع بالسلطان بزايد آل هيان على فوز مبشر بالمركز الأول تهانينا للمضمر عامر بن محمد بن عبيد بعقر المزروعي ولحظات وصول مبشر إلى خط النهاية سلام مع هذا الأداء المتميز مع هذا الانطلاق الجميل والرائع اللي قدمه مبشر المركز الثاني المركز الثاني نواف لصاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود المركز الثالث شاهين لهجن العاصفه المركز الرابع شاهين من هجن الرياسه المركز الخامس ياتي ربدان لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد ال نهيان هذه النتيجة لمراكزنا الخمسة المتقدمة تسع دقائق 20 ثانية جزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني لمبشر تهانينا لسمو الشيخ هزاع بالسلطان بن زايد النهيان تهانينا لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي 9 دقائق 21 ثانية 9 أجزاء من الثانية هو توقيت نواف تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود تهانينا لمايد بن حلفان المري واللي وصل مع المركز الثالث شاهين 9 دقائق 22 ثانية 6 أجزاء من الثانية تهانينا لهجن العاصفة تهانينا لغياث الهلالي